بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متابعي الكرام من داخل مصر والخارجة، هناخذ جولة عن أسعار البقر العجر من داخل سوق دراوي الدولي 20/6/2023. كل عام وأنتم بخير، أعاذ الله علينا وعليكم باليمن والبركات الأيام المباركة دي. بالصلاة على النبي، الله أكبر. يا أولاد ما تلموا البقر اللي شغالة هيج دي، ما شاء الله، الله أكبر، جزاك يا بركة. عاملين ايه؟ سلام عليك. كم ده؟ كم بالصلاة على النبي دي؟ عشر خمسة والسادس. كم فلوس؟ خمس رجول. كم فلوس؟ 40 و200. عشر خمسة وماشية؟ السادس. كاسر جوز؟ بكرية؟ مع المعلم أحمد بحرجة. حياك الله. الفلوس؟ باشا حبيبي. جر بالصلاة عليك. جر والسلام على النبي، الله اكبر. عشر خمسه وما جاء في السادس. عشر اربعه والخامس. عشر اربعه وما جاء في الخامس. والسندوز بكريه يعني. بكريه يا راجل. والسلام على النبي، الله اكبر. والسوق هاج يا اولاد. والسلام على النبي، الله اكبر. حياك الله. هذه العجله يا اخواننا وحلاوتها وصنعتها. والسلام على النبي يا عمده. كام يا معلم؟ كيف يا اولاد؟ يا اولاد، هو في حد ماسك شيء؟ كم بالصلاة على النبي؟ هنا 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 هنا. 43 بالصلاة على النبي. السن 6 والفلوس 43 والعشر كم؟ العشر 7 والفلوس 43 وسن كاسر 6 سنات. الله أكبر، زي ما انتم شايفين بالصلاة على النبي الحلاوة. ما شاء الله. زعلان منها؟ من الإشاعات بتاعته. الله يسامحك يا أخي. في حاجة رخصة؟ وأنا باخذ السعر بلساني ولا هم اللي بيقولوه؟ وحد ما رد علي. أنا باخذ السعر. رزقك مش حدش ياخذه غيرك يا غالي. اعرف دي بس. كم يا بطل؟ الراجل بيقول ما عرفتش، خلينا نبيع اللحم. رزقك بيد ربك مش بيد أنا. كم دي يا بطل؟ عشان الراجل ده يعرف الاسعار. كم؟ 42 و400 والعشر؟ والعشر 4 والسن بكريه طبعا كاسره جوز. والصلاة على النبي، الراجل ده عنده حلويات يا اخواننا. احنا دلوقتي تحت الليل الشمسيه دي ما شاء الله، وعند المعلم برضو. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد. عادي، المشكله انت ابو الكل هنا، انت ابو الكل. هذه البقره دي لقطه كده، اديها لقطه. ها عجر 7 والثامن. المعلم حسن الحداد. المعلم حسن الحداد. والسن سادة على الاول. سادة على الاول. والفلوس 39 و200. بقره سادة على الاول. بقره سادة على الاول. عجر 6 7 والفلوس 39 و200. بالصلاه على النبي، بتاعت ايه ال 200؟ العربيه. لا بالصلاه على النبي. 39 و200 حجر 6 7 شهور سادة على الاول. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد. هاجي لك ابو رقبه ده. لا كويس، لما طويل على الشاشه اعمل له ثاني. بالصلاه على النبي، الراجل عنده حلويات يا اخواننا. الله يرزق الجميع. ب 42 و200. الله اكبر، ادينا العمده، ادونا يا اخواننا، الله يرزقكم. بالصلاه على النبي، الله اكبر. هو مصطفى هنا. السلام عليكم. اجر ولا لحمه دي عمده؟ قام بالصلاه على الحبيب، الله اكبر. عشر 7 شهور وفلوسك كم؟ بس وقف معي مصطفى الشيخ. السلام على النبي، الله اكبر. عشر 5 شهور. السنة صورتها خلاص، كمل باقي التصوير. كاسر جوز عايز فيها الراجل 50، الله يرزق الجميع. عايز فيها كام؟ 150. واتفصلت كام؟ ما حدش وصل، نفسي دوبي دخل. والسلام على النبي، الله يرزقك. ليه تاخرت كذا؟ كنت نايم. حق ما سهرتك؟ صرت امبارح يا معلم. الله يرزقك. والسلام على النبي، حاجه فاخر بصراحه، الله يبارك. السلام على النبي، زكي عمده. زكي عسناوي عامل ايه؟ بالصلاه على النبي. خش 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 يا اسناوي، خش خش يا عمده، خش يا ولد عمتي. عجر ولا لحم؟
خش يا زناوي عش اهل زناوي يا اخوانا. عش لسبع شهور؟ سبعة. ايوه. والسن؟ بكرية ها؟ لباني. لباني بالصلاة على النبي. عش لسبع شهور ضر يا اخوانا الله اكبر. كم الله اكبر؟ تسعة ونص لا مش عارف تسعة ونص سنة. ايوه كده اضبطني. 39 ونص يا اخواننا بكريه عجر سبع شهور لباني ما كسرش ولا سنه مع الاسناوي والصلاة على النبي 39 ونص الله اكبر الله يرزقك يا اسناوي. وين المعلم هذا؟ كم يا بطل؟ ب 38 بس 38 معلش والله الله يشفي حقك سامحني 38 عجر 6 ما كسرش ولا سنه والفلوس 38 و200 ايه حكايه ال200 النهارده يا اولاد؟ دمرات دي دمرات ما شاء الله 38 و200 بالصلاه على النبي الله اكبر معلم عادل وين زعلان النهارده ليه؟ وعم محمد رجع محمد عنده مهارات عايز يشغلها وين يا حاج؟ السلام عليكم رجع عمده ما شاء الله من تجار البكري الناس المحترمه كم بالصلاة على النبي؟ 38 عجر ولا لا؟ بالصلاة دي؟ عجر خمسة بلدي دي ولا اسباني؟ بلدي عجر خمس شهور بلدي عجر خمس شهور لباني ما كسرتش ولا سنه الفلوس كام بالصلاة على الحبيب؟ 38 يا بلاش والله 38 ببلاش يا اخوانا الناس اللي بتقول انت غليت الاسعار ولا بتجيب اسعار غلط انا باخذ اسعار من التجار في تجار بتقدوا في ناس زي النادي صادقه ذمتها نظيفه الله يبارك لكم 38 و300 عجر خمس شهور حاجه بلدي الله اكبر مع المعلم عادل حياك الله يا عم احمد حياك الله نعلم عشر من الناس المحترمه يا اخواننا السلام عليكم يا اولاد لا الله اكبر دي حاجات كبيره هذا العرض هذا معلم عادل من تاجر البكريه المعلم عادل يا راجل من تاجر البكريه معلم عادل اول وثاني وعاشر حياك الله ايه معاك النهارده؟ عيدك كلها برهه ايه معاك؟ هاي ال200 ديل يا حاج الله اكبر ادينا كده نبذه صلي على النبي الله اكبر فرج يا حاج فرج صلي على النبي عليه الصلاه والسلام انت بتاع الحلويات يا راجل 45 ونص 45 ونص 46 ونص 46 و200 بالصلاة على النبي قول عشرة الله اكبر عشرة محمد اه شو كبير على خمسة والله اكثر من اربعة انا بقول اربعة انا بقول اربعة لكن اكثر من اربعة والله اربعة وخمسة العشرة بالصلاة على النبي يعني اربعة اللي هي 46 46 و200 45 عجر خمس شهور عجر ايه اربعة وماشية في الخامس بالصلاة على النبي مع تاجر صلي على النبي المعلم عادل بالصلاة على النبي ونختم بيك بالصلاة على الحبيب 011 5 7 9 4 8 6 1 5 ده رقم المعلم عادل اول تاجر البكري تاجر البكري اللي عايز يتواصل معاه يا اخوان الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد والصلاة على النبي معاه في عاتنا يا اخواننا تاجر البكرية بالصلاة على النبي الله اكبر وهنا حتى البلدي بسم الله ما شاء الله الله يرزقك توكلوا على الله يا عرب حاجه بسم الله الله اكبر اربع شهور ايوه بالصلاه على النبي يا اخوانا الله اكبر يعني حاجه فئات الاسعار بسم الله ما شاء الله في العش الله يرزق العباد موسم اللحمه خلص ويدخل دلوقتي على موسم ايه بالصلاه على النبي 95 10 وين دي؟ شريحكم حبل على 15 وين يا بطل؟ ها؟ انا عديني كده انت ملسم ليه؟ 10 عايز اعدي انا؟ 11 لا تنسونا في لايك او شير والاشتراك في القناه والصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم، خدنا نبذه سريعه كده لا بس دقيقه خدنا نبذه سريعه عن اسعار البقر العجر وهناخذ ايه؟ دقيقه ثانيه ان شاء الله نشوف لنا بقرتين عجر كبير الله اكبر السوق النهارده زحمه موت وينك يا نجم الجيل السلام على النبي الله اكبر شوف ايه العشر عشر عرب ولا لحم دي لحم السلام على النبي الله يرزقكم عشر ولا لحم يا عمده الله يرزق في ناس يا اخواننا السلام على النبي تبع مين ده يا اخوان عشر دي ولا لحم يا جد الله اكبر يا عم أبونا معلم ولا أبوين كده؟ إيه غالي لا موجود ها؟ موجود يا غالي الدنيا ريعة يا شيخ إن شاء الله يا الله يا شيخ سلامة تروح الله
40000. السلام عليكم. السلام عليكم. عشر اللحم يا عمي. لا لحم يا باشا. وين يا اخوانا اللحم؟ وين العشر النهارده؟ العشر. لا خلاص كده نختم الفيديو يا اخوانا، ما فيش عشر ثاني ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وعد علينا وعليكم الصحه والزيه والبركات، وتعيشوا ايه وتفدوا بالصلاه على النبي. ان شاء الله. الصلاه على النبي.